السلام عليكم، سفيان زوغار، فنان من الجزائر. راني في برشلونة في إطار إقامة فنية بتعاون مع جسر أونغار، اللي نشكرهم بزاف على الدعوة. في إطار هذه الإقامات لقيت عبير بخاري، اللي هي قيمة معارض. حكينا وتناقشنا فيما يخص المشروع الفني اللي كنت نخدم عليه في هذه الإقامة. كانت تجربة مليحة معها واستفدت منها بزاف، خاصة في طريقة عرض العمل تاعي. الإقامة كانت مليحة بزاف لخاطرش تلاقيت فنانين من بلدان مختلفة، وهذا يعاونك باش تدير تقييم المجهود والعمل تاعك. الإقامة كانت مدتها شهرين، وكانوا معايا فنانة من تونس وفنانة واحدة أخرى من إسبانيا لمدة شهرين. كانت فرصة باش نتعرفوا ونتبادلوا أفكار من زاوية أخرى، وهي الطابع المتوسطي تاع المدينة من خلال الفنانين تاعها والجمعية الثقافية، واللي لقيت بزاف تشابه مع مدن أخرى ساحلية في الجزائر.